هذا، عانى من المشاكل المادية، عانى من مشاكل المسؤولين تسير، وهذا كم نعرف. ولكن لازم نسينا حاجة، ما جمهوره رائع جدا، جمهور رائع، جمهور اتحاد العاصمة صراحة. أنا دائما أقول أنه أحسن جمهور في الجزائر. نعم، وبكل هذه الوسائل صور الجمهور، الجمهور زائد المدرب زائد مسيل زائد لحمة اللاعبين. نعم، وصلت إلى النتيجة. وأنا نقول من الآن ربما الواحد ما يتسرعش في كرة القدم، ولكن نقول بعد ما خفقوا نذكروا أنه وصلوا النهائي 2015. ايه، أنا نقول باللي قادر نشوفه في صور الجمهور، الفريق راح يفوز بالكأس. صور جميلة صنعها سعد قادر، ما تنساش الجمهور تاع المولودية. لا لا اسمح لي، ويدير لي تيفو الطوب. ايه صح صح، ويقولوا كان الملعب يرف 300 يتعمر لو سيركل بلي عمر. لا لا نتكلم ولي هذا نحيي لي سيبورتر تاع الاسمه، نحييهم في حاجه اليوم البارح قالوا لهم مطر ما تدخلوش اللي في ميجان، ما ترميوش ريسبكتو، ويعطيهم الصحه. هذه هذه نقطه، هذه نقطه حساسه جدا. انا مانيش نقول باللي المولوديه ما عندها، لا بس كون بعد يزعفوا عليها تاع المولوديه كيف ما دفعوش، خديتو يهضروا ما دفعش. لا لا لا، عندهم جمهور اكثر، ولكن صراحة اتحاد العاصمة لا لا قاع من الأحمر، الأنصار كما قال لك، الأنصار في مستوى المستقر واللاعبين، والله غير حتى من الفرق الصغيرة هذه في البارحة، والله غير تشبع، والله غير تشبع، راهي لومبيونس تشبع، والله غير تشبع. ما دام تكلمت على الأنصار وتكلمت على الأجواء الخيالية في ملعب 5 جويلية، كل واحد نعطوا له حقه، مام لي زورغانيزاتور تاع ملعب 5 جويلية مغفور من القبعة، لأن البارح التنظيم كان رائع. فتحوا الباب عندهم ليدي راح البارح، قال لك فتحوا، قال لي أنني نحسب سيتي فلويد كارتو سبورت، كارتو سبورت هذه هي، وهذا يحسب على المسيرين تاع ملعب 5 جويلية، يعطيهم الصحة، إيزون فاسيليتي لاطاش، ماشي كيما كيلكو ستاد، كيلكو ستاد يفتح لك زوج بيبان. هذه نقطة حبيت لك، يفتح لك زوج بيبان، حبيت برك نعقب عليها. تفضل. شوف يا رشيد خويا، هي هو السؤال المطروح، حوالي 70,000 متفرج، علاش دائما لازم نقولوا ونعاودوا والصحافة تتكلم باش يفتح؟ هي هو 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 قانونيا كان مباراة كرة القدم، سهل الأمور على الجمهور، افتح الأبواب. حتى علاش حتى تكتب الصحافة وتنتقد باش تفتح الأبواب؟ افتح الأبواب من البداية. صورة جميلة عبد القادر أنا نشاهدوا فيها صور الأندية الأخرى، أندية اتحاد الحراش، مولودية الجزائر، أندية نصر حسين أو مناصرين تاع نصر حسين دار. أنا نشوفه سيتي مانيفيك أمس، بما أنه كل أنصار تاع الفرق حراش جياسكا، أيضا من فرق داخلية، شباب قسنطينة، مولودية وهران، كاين فرق من حاجة والله يعني تفرح. يعني كي يكونوا أمور إيجابية ما يقولناش غير تقطعوا برك، حزين زين أمور إيجابية. هاو سي ار بي نو، هذه اللي اسمها كاين، أعطينا الصور، كاين صور تاع الكلوب، شاهد هاي جياسكا، هاي جياسكا، هاي مولوديا، ما شاء الله، هاي نصر حسين داي، هاي في صورة واحدة، كاين ثلاثة ديجا فرق، كاين حتى تاع ميلون، كاين حتى تاع ميلون، ميلون سي لي ازمة انتر دو ميلون. علي بن شيخ انا ناكد لكم بانه كان عنده دور كبير في فتح الابواب، صح، قلنا كيفاش اسامي جيب الجمهور. لا ماشي دور، ما قلتلكش دور معناتها انت فتحت البيبان، تكلمت لافاي في الهداف وقلت نتمنى يحل كاع البيبان، صح، وكلمني سي بختي نحيوها البارح، قال لي انا سمعنا لك وانا فتحنا البيبان، وصح الدنيا مشات سيتي في الويد، صح، الويد. صح. زد قلت له نتمنى ان شاء الله يزيد يديرها، كي يكون ماتش على 8 لازم يحل بيبان على 5 و6 نزيد نقص باش الناس تعود توالف تجي غير الاس تدخل، ماشي تجي على الزوج، صح، ما تجيش على الزوج، البيبان عندك 22 ولا شحال 22 باب كان فتحها وتجي الناس تدخل وما سفراوش وما داروا لهمش مشاكل وفرحانين، ونحييو باختي وليكيب تاعو، لان راهم يديروا دور مليح. مازال نزيدو نقولوا نداء لي سيبورتور ماشي تاع لوسما، تاع كاع اللي يلعبوا في سان جوي، الله يرحم والديكم، كي تشريو الكاسكروطات وكذا زيدوا ساشي فارغ، كي تاكلوا حطوا ليه وغلقوه وما يجيو يرفدوه، باسكو انا جست الغدوه من ذاك الصباح ملتم مساك لي زاجون واش يرفدوا، هذا ما كانش. يعني انا حبيت نقول لك حاجه، انت كي قلت باللي شفت مع بختي، هي من المفروض سيستيماتيكمون اوتوماتيكمون بلا ما نشوفوا لا بختي لا قدور لا، هذا ملعب وعنده 20 باب باش نتفاداو كامل المشاكل، نفتح البيبان ونخلي، علاش نفتح بابين ولا ثلاثه ونخلي الناس وكذا وندير النظام. بدينا بالانصار، بدينا بالانصار، نشوفوا مع سامي باش نروحوا نسمعوا لعبد الحميد بن شيخ وما قاله بعد. كاين نقطه تبين باللي مجيء عبد القادر الحق بن شيخ، هي عبد القادر هنا نقطه التحول، هي ثاني يعني لي في اللي داروا على لي جوار. كي تشوف المردود تاع لاعبين مثل شيتا، مثل بنزازا،
مثل لوصيف مريلي مريلي بوسليو